السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم يا ثاني بدنا نكمل وحدتنا اللي هي ايش عنوانها يا ثاني؟ ما أغلى عيوننا، ايش عنوانها يا مس؟ ما أغلى عيوننا. اليوم مس رح احنا نكمل تدريباتنا اللي هي صفحة 81، يلا كلنا يا مس نفتح على صفحة 81 يا ثاني. طيب قبل يا مس ما نحل تدريباتنا خلينا نتذكر يا مس درسنا، يلا مستبع معي. ما أغلى عيوننا، عين الإنسان غالية عليه، فهي وسيلته إلى رؤية الدنيا وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة. وأنت أيها الطالب تحتاج إلى العناية بعينيك، فلا تجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت، ولا تعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار، وعليك أن تقي عينيك، لذا لا تجلس بالقرب من شاشة التلفاز أو الحاسوب، وإذا شعرت بتعب أو ألم فلا تتردد في زيارة طبيب العيون. ماشي يا مس؟ طبعا احنا يا مس حكينا انه العين هي اغلى ما يملك الانسان، ليش يا ثاني حكينا؟ لانه هي وسيلته الى رؤيه الدنيا، بتعرفوا يا مس على القراءه والكتابه وتخليه يكتسب المعرفه. وحكينا يا ثاني انه كيف احنا لازم نعتني بعينينا، كيف يا ثاني؟ لا نجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت، يعني ايش حكينا خافت؟ يعني ضوء ضعيف، وكمان ما نعرضهم الى الضوء الشديد، شو حكينا معنى شديد؟ يعني قوي، او نعرضهم للغبار، وما نجلس بالقرب من شاشة التلفاز، لازم نخلي يمس في مسافة بيننا وبين شاشة التلفاز او حتى التليفون. ليش يا ثاني؟ علشان ما نشعر بتعب أو ألم في عينينا، وإذا شعرنا بتعب أو ألم ما نتردد إلا إن إحنا نروح يا ثاني نزور طبيب العيون علشان يطمنا على عينينا. ماشي يا مس؟ طيب خلينا اليوم نبلش بحل تدريباتنا صفحة 81، يلا يا ثاني. السؤال الأول: ألفظ الكلمات الآتية منتبها إلى الفرق بين نطق حرفي الإد والإظ، الدال والضاد. طيب يا ثاني كالعادة إحنا رح ناخد كل حرف، ماشي يا مس، ونعمله زي الشمس ونشوف أصحابه اللي معاه، ماشي يا ثاني؟ طيب يا مس خلينا ناخد أول حرف اللي هو يا مس خليك معي اللي هو حرف الإد، حرف الدال. يلا ايش اسم هذا الحرف يا مس؟ اسمه دال وصوته إد، اسمه دال وصوته إد. يلا يا مس خلينا نشوفه مع الحركات، خلينا نشوف مع حركات المد الطويل والمد القصير والتنوين يا ثاني. يلا يا مس خلينا نشوفه مع الفتحة، يلا شو اسمه يا ثاني؟ ده ده. يلا مع الضمة شو اسمه؟ دو دو. يلا مع الكسرة ايش اسمه يا ثاني؟ دي دي. يلا مع حروف المد شو حروف المد؟ آ أو إي. يلا نشوف مع حرف المد الآ شو بصير اسمه؟ دا. شوفوا يا مس أنا ما لزقت حرف المد الآ مع الإد، ليش؟ لأنه حرف الدال من الحروف النارية اللي ما بيلتصق فيها يا مس، صح؟ يلا خلينا نشوفه مع حرف المد الأو شو صار اسمه؟ دو. طيب خلينا نشوفه مع حرف الإي شو صار اسمه؟ دي. يلا نشوفه يا ثاني مع التناوين، يلا مع تنوين الفتح، حكينا على ايش بينكتب تنوين الفتح؟ احسنتم، ينكتب تنوين الفتح بينكتب يا مس على عكازة، صح؟ على ألف، هو يكتب على ما قبل الألف. ها طلعوا كيف أنا رح أكتبها؟ رح أكتبها على الحرف هيك، رح أبعد شوي عن الألف يا مس. ها شو اسمها؟ دن. اسمها دن. يلا مع تنوين الضم شو اسمها؟ دن دن.
يلا مع تنوين الكسر شو اسمها يا ثاني؟ دن دن. يلا نعيد يا ثاني. حرف الدال، هذا حرف الدال وصوته إد. يلا مع بعض يا ثاني بصوت عالي أشوف مين اللي أشطر يا مس. يلا د دو دي دا دو دي دن دن دن. ماشي يا مس؟ يلا نشوف يا ثاني الحرف الثاني اللي معناه اللي بدنا نفرق بينه وبين الإد الدال. يلا شو هذا يمس الحرف؟ هذا حرف الضاء. إض، صوته إض إض إض. طيب يمس، يلا شوفوا مع الحركات. يلا مع الفتحة، يلا شو اسمه؟ ض ض. ثاني لما بدك تحكي يمس فوت لسانك لجوا، خليه جوا أسنانك، يعني ما تطلع لسانك، ما بدنا نخربط بينه وبين الإض. الإض ما بدنا نخربط بين الإض والإض. الإض يا ثاني بطلع لساني لبرا، أما الإض بفوت لساني، عشان بيختلف يا مس اللفظ بين الإض والإض. ماشي يا مس؟ يلا خلينا نشوف الإض. إض، يلا ض مع الضمة بصير ضو، مع الكسرة ضي. يلا مع حروف المد الطويل شوفوا كيف يا مس كتبتها. ضا لزقتها ليش يا ثاني؟ لأنه الإض مش من الحروف النارية. يلا مع الضاء مع الأو شو صارت؟ ضو. مع الياء صارت ضي. يلا مع تنوين الفتح شو صار اسمها؟ ضن. ومع تنوين الضم ضن. ومع تنوين الكسر يا ثاني ايش اسمها؟ ضن ضن. يلا يا ثاني خلينا نعيد. ما هذا الحرف؟ اض اض. يلا مع الحركات ض ضو ضي ضا ضو ضي ضن ضن ضن. ماشي يا ثاني؟ مس شايفين هدول الحرفين؟ بننسخهم يا مس على دفتر التدريبات يا ثاني، وبنتدرب عليهم يا مس، نتدرب عليهم يا ثاني، يعني اعمل لحالك امتحان فيهم يا ثاني، عشان نفرق بين حرف الإد وحرف الإض. طيب تعال نشوف يا مس، عندنا كلمات، عندنا كلمات احنا خلينا نفرق بين الإد والأض باللفظ. يلا مس، توج توج. ها توج، خلينا نقطعها. ليش قطعناها يا مس؟ لأن السكون بحب الحرف اللي قبله. يلا توج هيد توج هيد. كمان رح اقطعها اثنين مع بعض، هذا مقطع لأن السكون بحب الحرف اللي قبله. شوفوا أنا شو لفظته، إد توج هيد إد توج هيد. هو هو ما، فأصبحت توج هيد هما توج هيد هما. يلا يا ثاني مع بعض عيد وراي، توج هيد هما. أحسنتم، يلا بصوت عالي، توج هيد هما توج هيد هما. يلا خلينا نشوف الكلمة التالية. يلا يا ثاني، الضوء الضوء. هسه مس الإض إيش عليها يا ثاني؟ شدة. وهي اللام لام إيش يا ثاني؟ برافو، لام شمسية، لأنها هي اللام التي تكتب ولا تلفظ. طيب يا ثاني هاي الإض اللي عليها شدة عبارة عن إيش يا مس؟ برافو، عن حرفين، إض عليها سكون وإض عليها حركة الشدة. شو حركة الشدة يا ثاني؟ هي هي مس الفتحة، فبنيجي بنحط فتحة. يلا هسا نقطع يا مس، راح نقطع الإض بالنص. ليش راح نقطعها بالنص يا مس؟ لأنه الإض عبارة عن إض عليها سكون وإض عليها فتحة. يلا مع بعض إيش صارت؟ أض أض أض. بعدين نيجي للفتحة، ضو
ضو. ليش لزقت الإض بالأول؟ أن الواو عليها سكون فمنقطعها هيك يمس، فأصبحت أض أض ضو أو أض ضو أو أض ضو أو. ماشي يمس؟ يلا عيد ورايا ثاني. الضوء الضوء. برافو يمس. يلا نشوف الكلمة الثالثة. يلا تعرض هما تعرض هما. يلا الار ايش عليها يا ثاني قبل ما اقطع؟ عليها شدة. اذا الار عبارة عن حرفين، واحد ساكن والاخر متحرك بحركة الشدة. يلا ايش حركة الشدة يا ثاني؟ برافو، كسرة، حركتها الكسرة. يلا هسه بنقدر يا ثاني نقطع. يلا تو لحالها. ليش قطعتها يا ثاني لحالها؟ لانه الع مش ما عليه سكون وهو ليس من حروف المد، صح يا مس؟ وما عليه شده. اذا صارت تو تو. يلا ع اقطع ولا لا يا ثاني؟ برافو، لا يا مس. ليش؟ لانه الار عباره عن حرفين، واحد ساكن والاخر متحرك، فالع بدها تيجي مع الار، فرح نقسمها الار بالنص يا ثاني، فرح تصير ع وار. ع ار تو عر تو عر. يلا هسه بنيجي يا ثاني على الراء اللي عليها كسره. طيب اقطعها ولا اخلي معها الاض؟ برافو، نخلي معها الاض يا ثاني. ليش يا مس؟ ها، لانه عليها سكون والسكون ما بحب يسكن لحاله زي ما حكينا، بحب يسكن مع الحرف اللي قبله، فصارت رد رد، فاصبحت عندي تو عر تو عر رد تو عر رد هو ما تعرض هما تعرض هما. ماشي يا ثاني؟ يلا نيجي للكلمة الأخيرة وهي كلمة الشديد. الشديد عندنا لام إيش هون يا ثاني؟ برافو، لام شمسية. يلا وعندنا شدة، إذا هاي عبارة عن حرفين، إيش عليها سكون وإيش عليها فتحة وإيش عليها فتحة. يلا خلينا نقطع يا ثاني. طيب بما انه الاش عليها سكون، اذا هاي الاش رح اقطعها بالنص. ليش قطعناها بالنص يا ثاني؟ لانه اش بده يكون عليها سكون واش عليها فتحة، فصارت اش اش اش. يلا هسه شا رح تكون يمس لحالها الشا، لانه الاد مش من حروف المد والاد ما عليها سكون، ده انا اشبكها مع الشا، فأصبحت يا ثاني أش. خلينا نكتب لكم إياها هون. أش أش شا. هسا إدو إي دي الشدي، لأنه الياء حرف مد وحرف المد بيأخذ الحرف اللي قبله دو، صارت أش دي دو أش دي دو. بس أنا ما كتبت هون الإن، أنا هي لا يعني لا تلفظ، لا تلفظ، تكتب ولا تلفظ يا ثاني. إذا نعيد الكلمات يمس. يلا عيد ورايا ثاني. تجهدهما تجهدهما. الضوء الضوء. تعرضهما تعرضهما. الشديد الشديد. إذا يا مس إحنا هون فرقنا يا مس بالنطق بين حرف الدال والضاء. ماشي يا مس؟ يلا نيجي للسؤال الثاني. بحكي لنا اقرأ الجملة الآتية. يلا بدنا نقرأ الجملة الآتية بقراءة معبرة. فلا ها فلا تتردد في زيارة طبيب العيون، فلا تتردد في زيارة طبيب العيون. يلا عيد ورايا مس. فلا تتردد في زيارة طبيب العيون. أحسنتم يا ثاني. إذا حكينا يا مس اللام هون هي لا ناهية، صح يا ثاني؟ زي ما أخذنا بالقراءة التفسيرية. ليش حكينا عنها لا ناهية؟ لأنه هي مس بتنهانا عن فعل شيء. ماشي يا مس؟
زي ما حكينا لا تجهدهما، لا تعرضهما. ماشي يا مس؟ في حرف جر، زيارتي اسم مجرور، العيون هي جمع. طيب ايش مفرد العيون؟ حكيناها بالقراءة التفسيرية يا ثاني. ايش مفرد العيون؟ برافو عين، احسنتم عين. طيب والنقطة هاي ايش سميناها يا ثاني؟ اذا هاي النقطة من علامة الترقيم، هي علامة ترقيم يا ثاني. ايش يعني نقطة؟ يعني انا انهيت جملتي، انهيت كلامي يا ثاني. ماشي يا مس؟ طيب خلينا نشوف السؤال الثالث. ايش بيحكي لنا السؤال الثالث يا ثاني؟ بيحكي لنا صل ما في العمود الاول بما يقاربه في المعنى من العمود الثاني ثم اقرا. يعني مس معطينا كلمة وهون معناها، يعني يا ثاني هاي الكلمة وهاي عندنا هون المعنى، بدنا المعنى، ننتبه يا ثاني وما نخربط بين المعنى وبين الضد أي العكس. ماشي يا مس؟ المعنى يعني إيش معنى الكلمة؟ يلا نقرأ البوكس الأول. تجهدهما تقي وسيلته. نشوف يا مس البوكس الثاني اللي باللون الأصفر. تحفظ تتعبهما عزيزة طريقته. يلا مس، ما معنى تجهدهما؟ حكيناها يا ثاني. ايش معنى تجهدهما؟ تتعبهما، يعني تتعبهما، يعني لا تجهدهما، لا تتعب عينيك يا ثاني. ما معنى تقي؟ حكينا إلها معنيين، اعطيتك اياها على دفتر المعاني. ايش معناها يا ثاني؟ حكينا اما بيجي معناها تحفظ او تحمي، صح؟ عندنا هون تحفظ، احنا نحفظ زي اللي بالكتاب يا ثاني، تحفظ. ما معنى وسيلته؟ اي طريقته، وسيلته طريقته. هيا مس ما بدنا اياها. ماشي يا ثاني؟ طيب يا مس خليني هون انا اكتفي بهذا القدر من حل تدريبات، حل تدريباتنا صفحة 81. مس لا ننسى على دفتر التدريبات يا ثاني نكتب حرف الدال والضاء يا مس، ونحط الحركات المد القصير والطويل والتناوين عليهم يا ثاني، ونتدرب عليهم مس. وعندك زائد يا ثاني قراءة تدريباتنا، أنا مس بعطيك قراءة التدريبات يا ثاني علشان نحفظ تدريباتنا مس ونتعود على القراءة. ماشي يا ثاني؟ وهيك اليوم إحنا بنكون خلصنا لليوم حصتنا يا ثاني، ويعطيكم ألف عافية.